رح نعمل إذن هيك البطاطا المحشية بمحشية دجاج بصلصة الباربيكيو. نعم. والمقادير 8 حبات بطاطا متوسطة الحجم، ملح وفلفل، ملعقتين كبار زيت نباتي، بصلة واحدة مفرومة، حبتين ثوم مفروم، 4 صدور دجاج مسلوق، وكوب واحد صلصة باربيكيو جاهز أو محضر مسبقا، وكوب واحد بصل أخضر مفروم، وكوب جبنة تشيدر مبشورة. بالضبط. هلأ دانا ميس، أول شيء حطينا البصل، طبعا استنيت حتى دبل شوي. هلأ بدي أضيف ثوم وقلبه. هلا انا ليه كاتبه انه صلصه الباربيكيو تكون يا اما محضره مسبقا يا اما جاهزه؟ لاني حضرتها مسبقا، يعني انا عملتها من فروم سكراتش، كيف تعمليها انت في البيت للي بيقدر يعملها، مقاديرها شوي كثيره، واللي ما بيقدر يعني يحضرها في البيت بيقدر يشتريها جاهزه اكيد بالاناني الموجوده بالسوبر ماركت. هلا الدجاج سلق، حطيت عليه بس فلفل اسود ونقطه خل، وهلا بس بدي احطه على البصل والثوم بعد ما طبعا فسخته حتى اقدر بعدين احشي فيه البطاطا. بنحط له شويه فلفل وملح، مش كثير لانه صوص الباربيكيو عاده فيه ملوحه، فانتبهوا لنسبه الملح اللي عم بتزيدوها حاليا. اوكي. وهلا خليني اشرح لكم بس سريعا ميس عن البطاطا شو عملت فيها، كله سريعا عشان نلحق نعمل الشوربه. هلا البطاطا هاي حبه بطاطا نيه مش مطبوخه، اللي عملته اني بس لفيتها بالفول، طبعا بعد ما غسلتها كثير منيح وفرشيتها بالفرشاي بس منخلي القشر. اوكي. لفيتها بالفويل وبس بدي اعملها شويه هيك ثقوب بالشوكه، بس تنين او ثلاثه. اوكي. وبدخلها على فرن حرارته 180 ل 200 وبخليها تقريبا ساعه. ساعه كامله بتطلع هيك شكلها. اوكي. هلا رح فرجيهم كيف بدي افضيها بالضبط. بس خليني احرك هدول شوي. يلا احرك لك اياهم انا. يا حبيبتي يلا. حركي شوي يا مايس عبين ما هلا بدنا نضيف له بعد شوي صوص الباربيكيو برضو اذا بتقدري تضيفي لي اياه. هلا زي ما قلت لكم بتقدروا يا الجاهز يا اما اللي عندكم بالبيت. هلا شوفوا قد ايه باقيين، بس كميه بسيطه جدا من السطح. هلا احط الباربيكيو؟ والله يا ريت. مايس كله وحركي ولا يهمك ليش يا ريت. هلا بعد ما عملته بهاي الطريقه، يعني شايفين حتى هاي اللي شلتها من فوق بحاول افضيها واخذ منها البطاطا لاحطها بالشوربه. لا هلا بقيمه هون للشوربه. انت للشوربه. هلا هذا بدي اعمل فيه شوربه لان هاي البطاطا المخبوزه كثير طيب طعمها، فبدنا نستغلها للشوربه. وبنجيب اوكي بعد ما نشيل اذا الجزء الفوقاني بنجيب معلقه بس بنفضي الحشوه هاي اللي طعمتها عن جد مميزه لانها مخبوزه بالفرن، فبتطلع طعمه الشوربه كلها مختلفه عن شوربات البطاطا العاديه. هلا بنفضيها كلها بالمعلقه، نحاول نضلنا بطريقه مرتبه. خلاص هلا انتم اخذتوا الفكره، بيطلعوا تقريبا شكلهم بعد التفضاية هيك. منخلي شوي يعني تقريبا سمك اشي بسيط، خلينا نقول ربع سنتي مثلا منخلي منها من حشوة البطاطا نفسها. شو اخبار الدجاج ميس؟ ديما هلا بدي اسالك انت رح تستعملي اشي مية الدجاج ولا لا؟ للشوربة. هلا مرقة الدجاج اللي سلقنا فيها الدجاج رح نستعملها للشوربة. سؤالك عجبني على فكره، غريب انك سالتيني. لا لاني عم بطلع، انا عاده ما بحب استعمل الدجاج الا اذا بدي، يعني بحبه يكون مسحب كثير. عرفتي يعني بحبه مكعبات. بخاف من اي شيء هيك اذا طلعت شقفه دهنه او زنخه، انا بشكل عام كثير بس شوفي هو لما تكوني سالقتيه مع المطيبات مزبوط وهيك مفروض انه تمام. هلا بس شايفه تقليبتين ميس، خلص انت هيك انتهت الوصفه لانه الدجاج عندنا مسلوق. بتقدروا تعملوها نفسها مع دجاج مش مسلوق. اوكي. بدكم تنزلوه قطع صغيره وتقلوه شوي بالزيت وبعدين تحطوا صوص الباربيكيو، بس رح ياخذ وقت اطول. اوكي. هلا مايس بدنا نبلش بس نحشي بالبطاطا بهاي الحشوه ونحط عليها جبنه تشيدر وندخلها على فرن حرارته 180 ل 200 تقريبا ربع ساعه لثلث ساعه، بتتأحمش شوي كمان مره البطاطا والجبنه بتسيح بتطلع، وبنضيف لها بس البصل الاخضر. أوكي. هلا خليني بس افرجيكم هيك تنتين ثلاثه عشان اقدر انتقل للشوربه اللي رح نستعمل فيها حشوه البطاطا. عبين ما ننتقل للشوربه بس برضه بدي احط بصله الشوربه. هلا شوفي ميس نحط شوي تقريبا هيك معلقه كبيره يعني بنعبيها معلقتين. هاي نفس الحشوه عليها الجبنه؟ في بالثلاجه والله ميس الجبنه، يا حبيبتي جيبي لي اياها بتبروير. نفس الحشوه هاي كثير طيبه، انا عملتها قبل هيك بسندويشات، يعني صوص الباربيكيو المنزلي اللي انا محضرته برؤيا كثير طعمته طيبه ومميزه، بتلاقوها بفيديو تحت عنوان الدجاج المشوي مع صوص الباربيكيو المنزلي.
مين امبارح كان بيقول لي، مش عارفه مين شفت امبارح، نسيت، بيقول لي عن جد انت هالقد بتحبي تساعدي بالمطبخ؟ طب بتحبي؟ انا بحب اساعد بس يعني على حسب الشو اليوم، مش حابه اساعدكم حسب النفسيه. هلا اليوم شوي اساعدك، احط لك جبنه. يا حبيبتي هيك شويه جبنه ومندخلها زي ما قلت لكم على فرن حرارته 180 درجه لمده تقريبا ثلث ساعه. بعد ما تطلع من الفرن بنحط عليها البصل الاخضر، اوكي؟ مش قبل، بعد ما تطلع من الفرن حتى ما يتبل البصل معنا كثير. إذا بس هيك ما أسهلها على فكرة، كتير سهلة. وأنا بقول أنت مستعجلة على شو؟ على ما شو؟ أنتوا خوفتوني وقلت لي في شوربة وهيك. هلأ هون خلصنا هيك وصفة الدجاج، وبتطلع معانا من الفرن هيك شكلها، شايفين؟ هلأ أنا ساحت الجبنة ورجعت ضفت كمان مرة جبنة حتى يكون برضو شكلها حلو للتصوير.